خلاص خلاص جهز الورقة وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هاي ده هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. انت يا اخي كلب فلوس، كلب فلوس. عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان ما حدش يصدقك. تفكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكه كويس. هاي يا حبيبتي، انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه؟ حكومه يا دفعه، روح قول للمأمور يطلعني. قول له في مواطن محبوس ظلومه عنده قضيه ابن قومي، راي عام، أموال عامة، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتونيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومة. أهلا وسهلا يا أبو طالب بيه. أنا آسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. أنا كمان ما بيردش عليا. أنا لازم أقابل نادر وأتكلم معاه. أنا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين الاسم أبو نجوان ده بيقول إن عنده أوراق تخص القضية بيبتزني. لازم أشوف نادر ويقول لي إيه حكاية الورق ده، في إيه. أنا مقدرة الظروف اللي أنتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الأول، ما بقاش نادر اللي إحنا نعرفه. أنا محتاجة حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. أنا حاسة إنه نادر كمان شوية هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها وفي الاخر ضاع مني. انا ممكن انتحر. بصي، احنا الاثنين مصلحتنا مشتركه. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقه دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع لبيتها ولشغلها وحياتها، ونخلص القضيه. يا ريت يا ريت يا ابو طالب بيه. لان الراجل ده بيقول ان عنده معلومات مهمه في قضيه هيدا ابو طالب مروان ابو عرب. وعلى فكره احنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا ابو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا، والراجل ده انا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذه يا باشا، ما تقولش اقتحام، انت تخرس خالص وما تتكلمش الا لما اقول لك. حاضر، سكتنا اهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساقعه والكلام رايح وجاي. هما السبب في شحطات البنت يا سعادة البيت. هما اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتبلوا عليك؟ أمال يعني سعادتك، كنت عايزني أشوف بنتهم الهربانة دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا، ويسيبوني أنزل عشان أبلغ عنهم. هايدي، أنت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد إذن سيادتك، لو ينفع تمشي مشي، أنا محتاجه بره. تمام يا فندم، ست كبيرة بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها هيطلعها دلوقتي. ليه؟ ليه كده يا ابو نجوان؟ ليه يا اخويا؟ ده الباشا العسكري بيقول ان انت سجلت على ابو طالب بيه. ليه يا اخويا؟ مش كفاية اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانة انت؟ بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمة تقود بيها وهي نظيفة، تقومي تعملي لي مناحة؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. ليه؟ احكي لي يا ابو نجوان، ليه؟ اخويا الناس ما شفناش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم. عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي، عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعيلي. العين العين على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتاج راسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي، وعلى قله ادبك وسفلتك وطولة لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش هتدلع عليك، اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا ناونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفلة الشرف؟ ما تخافش، انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لمتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش، انا سترك وغطاك. عاوزه ايه يا نوال؟ الله،
عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تحمدي ربنا اني لميتك من الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. Hello. Good evening, Mr. Marwan. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah. Which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكو. يلا مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال فكري. عوف عليك يا خي. مفتاح الشقة للهانم أصله نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربية؟ على رجليها نقش الحنة ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي متنك يا خي. عايزة مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون؟ خارجه الصبح وراجعه اخر النهار، ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها؟ شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوينك جدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك، وعايزاني اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله ابل كوريا، اديلها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثة بالله العظيمه بدي قد عليك. ماشي يا خيه، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا، وهتحتاج جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار أسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قررت العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي، وهسرح لك شعرك، وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريا. بس واتك البت قريبه خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي، ما مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. أيوه. تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انت فين يا ده سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين من الظاهر ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ اه.
فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي اه، بس بق ودلدله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه ياد جكتعون، تديله مفتاح عربيتك. ياد عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في ختم. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي يا حبيبتي. انا بخلت استني دلوقتي. خير؟ عايزاك تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط هنا واقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وكرهك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايلة همك للنهار كأنه همي. يا شيخة، ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كأنك أختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو أنت إيه؟ كأن الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخة، شحال ما كنتش جاية لك يعني وبقولك ده أنا قصدكي في خدمة. ده بدل ما تقولي لي تأمري ولا من عينيا الاتنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعًا. صحيح، اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني إنسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمهولك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامحك، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده، وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي، هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي، انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب. بقيتي حاجه تكسف.
الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافيره. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نانيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لهفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ اه مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعتلك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعتلك على الوسط ريونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمي على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها بلافيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منى جوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو، أهلاً وسهلاً. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالملكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيداً، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله،
يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اختي جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وام المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ تلبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. علي. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقيت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ها ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص نص فتح ها، وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 لمتر رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل، تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكله يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده واتنين كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا ام سوق؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، هروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. اديها نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولا؟ احنا غراب ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا ام سوق. فاكرة؟ طبعا فاكرة. هو في ايه؟ انا بالنسبة لي مفيش حاجة، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنة وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمة بالنسبة له. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضية كبيرة وعايزينها تخلص بأسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينة عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونه 100%. ليه بقى الصفقه دي مضمونه 100%؟ لانه احنا دايما عندنا في مصر ازمه سكر. ايش هالحكي اللي تقوله يا استاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ لا 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 لا، بتكلم بجد. أصل بص أقول لحضرتك حاجة، إحنا دايماً كمصريين متعودين نشرب كوباية الشاي خفيفة مع سكر زيادة، فدايماً تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى أنا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعة اللي يعمل كوباية شاي بلاش أربع معالق سكر وخليهم ثلاثة، وبدل ثلاثة خليهم اثنين، لكن تقول إيه بقى المصريين مزاجهم كده.
والله يا مصريين انتوا، انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك، الله يخليك. بس ايه بقى؟ لما بتحصل ازمة السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او ثلاثة كمان. طيب استأذنك دقيقة واحدة. تفضل تفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليسمعك. وبعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلوه، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد تمني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بابا انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه؟ كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم، حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره. علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. رجاء انا رايح شرم الشيخ كام يوم، عايز حاجه؟ خير. مساء النور نادر. ايه حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ولا انت ايه جيت في ميعادك ولا ايه؟ معلش يا بيبي مصدعه بس شويه. هو انت كان عندك حد ولا ايه؟ واحده صاحبتي بس لسه ماشيه. صاحبتك؟ اوكي طب يلا بينا ولا انت جاهزه؟ يلا بينا. هنروح بعربيتك ولا بعربيتي؟ لا بعربيتك، انا مش قادره اسوق خالص بصراحه. يلا اوكي يلا. فوق الشوك مشاني زمان، قال لي تعالى نروح للحب، بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كان متعلقه كده هو في شجره رفيعه وهتقع بيا، لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم براهيم براهيم. مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايحه لفين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قاعد يزن عليا، قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي بصي ها. لا جامد واد جامد، عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروف عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. قلت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله ده راجل سخيف قوي. لا خالص جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده.
يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعدة. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عاملة زي المغناطيس بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجة. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانة جدا وجالها فشل كلوي وخايفة لا يجرى لها حاجة. بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ تعرفت من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمت من ايه؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ ايوه بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شوية هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعة ما حطيتي رجلك في الطيارة وانت امك مش عيانة، امك ماتت. حاضر. هما واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسفة والله.